قبل ما اسيب موضوع الحكومه، معلش ده احنا قلنا بقى الكلام الحلو والدنيا، عشان بس ندي كل حاجه حقها. الرئيس كان في مؤتمر الصناعات العالمي، وقال الرئيس تصريح، قال ايه؟ قال انه فيما يتعلق بموضوع المصانع او ارض المصانع او بنى المصانع في المناطق الصناعية. قال إيه الرئيس؟ قال إنه لو أنت مش جاهز، ها، أنا كحكومة أو أنا كدولة أقدر أساعدك. يعني لو أنت مش جاهز وهتدفع فلوس الأرض فهتاخد من حصيلة المشروع بتاعك، أنا كحكومة أساعدك بالأرض، أنا مش عايز أكسب، أنا كحكومة مش عايز أكسب، عايزك بس تدور وعجلة الإنتاج بتاعتك تدور، و موضوع ان انا اكسب او اشاركك او اخد منك فلوس الارض دي على وقت طويل سهله. تقريبا قال كده، مش عاوزها. معاك الحته دي؟ ده انت عظيم جدا. والنبي زعلنا الحته دي، ونرجع اقول لحضراتكم عايزين نوضح ايه فيها. نشوف. الدوله يعني ما بتجريش ولا الربح قد ما هي بتجري على ان الربح بتاعها يكون في توفير مواد او مستلزمات او منتجات، هذه المنتجات يتم تصنيعها عشان تدي فرص عمل للناس اللي هنا. هديك مثال، انت عملت مثلا على مساحه معينه منشات مدنيه، صح كده؟ منشات مدنيه للمصنع بتاعك. تمام يا فندم. يبقى الارض بالمنشات المدنيه ليها تكلفه. انت دفعتها سواء كانت الاستثمارات دي من معاك او انك انت يعني رحت للبنوك عشان تجيب تمويل لها. طب انا لو، وانا بقول الكلام ده مش ليك انت بس يا دكتور احمد، انا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني ومعرفش آليات العمل بتاعتها تتعمل ازاي في وزارة التجارة والصناعة دكتور مصطفى أو غيره. أنا مثلا ممكن تقول لي أنا صرفت في المنشآت المدنية بتاعتي 200 مليون جنيه. فأنت خطتك في إدارة التدفق المالي المتاح ليك واستثماراتك ودراسات الجدوى وكده تقول إن أنا أعمل اللي أنا هعمله ده في 5 سنين. طيب لو أنا جيت يا دكتور وقلت لك إيه؟ طب المنشآت المدنية بتاعتك دي بدل ما تدفع أنت ال 200 مليون دول انا هعملها لك، انا هعملها لك، وانت حط الاستثمارات كلها في انك انت تجيب معداتك اللي انت عايزها عشان بدل ما تعمل الشغل في 5 سنين خطتك يعني في اطار الطلب اللي موجود يعني اعملها في 2 أو 1 سنة. هنقول بقى تاني الرئيس قال ايه. الرئيس قال لك انت دلوقتي وانت شغال بنيت تكلفة استثمارية، بقى أنت معاك 500 مليون، بنيت ب 200 مليون، ودفعت مقدم الأرض، وعملت مش عارف إيه. أنا كدولة بقول لك فكك مني، مش عايز منك الفلوس دي. إيه ده؟ ده مبادرة رهيبة. ده مبادرة يعني لكل أصحاب الأعمال، أنتوا إزاي الناس ما انتبهتش للكلام ده؟ ده أنا لو مكان وزير التجارة والصناعة، يا بيه شوف الرئيس بيقول إيه. ده موضوع لازم وزير التجارة والصناعة ياخده يطير بيه. يطير بيه. ده انا بكره الصبح اطلع بسرعه على مجلس الوزراء، انا يا فندم معايا تكليف رئاسي. انا معايا ايه؟ تكليف رئاسي. دي توجيهات من الرئيس، قول لي بقى المناطق الاقتصاديه فين؟ وهدي له ارض ازاي؟ وهدي هعلن الشروط للجمهور امتى؟ وفين الاراضي المتوفره؟ وابني له. الرئيس قال ارض وبنى. الرئيس قال ايه؟ ارض وبنى. يعني مش ارض بس، الارض وبنى. فانا بالتالي هعمل المبادرة الرئاسية دي وأنا كوزير تجارة وصناعة. ده أنا خلاص بقى، ده أنا دي قضيت على كده. هروح رايح للحكومة، يا حكومة لو سمحتوا هنطبق إزاي التكليفات الرئاسية؟ اديني بقى خطة عمل، قول لي والله عندك في 6 أكتوبر في المنطقة الصناعية قد كده، في العاشر من رمضان عندك قد كده، في السويس عندك قد كده، في مش عارفين عندك قد كده، عشان أعلن للناس. الله، أنتوا إزاي ما انتبهتوش للكلام ده؟ يعني فين شغل الحكومة ورا الرئيس في النقطة دي؟ يا باشا انا بقول لك نمرة واحد بيقول لك خد الارض والمبنى وانا مش لازمني. والنبي تسمعني الجملة تاني، يمكن الحكومة ما سمعتهاش او يعني كانوا سرحانين فخلينا نفكرهم الرئيس قال ايه. سمعني الموضوع تاني. الدولة يعني ما بتجريش ولا الربح قد ما بتجري على ان الربح بتاعها يكون في توفير مواد او مستلزمات او منتجات، هذه المنتجات يتم تصنيعها عشان تدي فرص عمل للناس اللي هنا. هديك مثال، انت عملت مثلا على مساحه معينه
منشآت مدنية، صح كده؟ منشآت مدنية للمصنع بتاعك. تمام يا فندم. يبقى الأرض بالمنشآت المدنية ليها تكلفة، أنت دفعتها سواء كانت الاستثمارات دي من معاك أو أنك يعني رحت للبنوك عشان تجيب تمويل لها. طب أنا لو، وأنا بقول الكلام ده مش ليك أنت بس يا دكتور أحمد، أنا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني ومعرفش آليات العمل بتاعتها تتعمل إزاي في وزارة التجارة والصناعة دكتور مصطفى أو غيره. أنا مثلا ممكن تقول لي أنا صرفت في المنشآت المدنية بتاعتي 200 مليون جنيه، فأنت خطتك في إدارة التدفق المالي المتاح ليك واستثماراتك ودراسات الجدوى وكده تقول إن أنا أعمل اللي أنا هعمله ده في 5 سنين. طيب لو أنا جيت يا دكتور وقلت لك إيه، طب المنشآت المدنية بتاعتك دي بدل ما تدفع أنت ال 200 مليون دول أنا هعملها لك، أنا هعملها لك، وأنت حط الاستثمارات كلها في انك انت تجيب معداتك اللي انت عايزها عشان بدل ما تعمل الشغل في 5 سنين خطتك يعني في اطار الطلب اللي موجود يعني اعملها في 2 أو 1 سنة. انا هسكت امتى او هقول الحكومه صح امتى؟ لما الاقي جدول كده طالع لي، الجدول فيه مكتوب كالاتي: بناء على تكلفات السيد رئيس الجمهوريه اجتمعت الحكومه وقررت الاتي: 1 منح الاراضي بالمجان في المناطق 1 و2 و3، 2 منح الأراضي بالتقسيط على 30 سنة في الأراضي 1 2 و3، 3 منح الأراضي بالتقسيط على 5 سنوات في كذا وكذا وكذا. يبقى ده التسهيلات المتعلقة بالأراضي. الناحية التانية بناء على التكلفات الرئاسية عملنا إيه يا فندم؟ هندي لك البناء مجانا، أو هندي لك البناء بتاع المصنع ومنشآتك المدنية والمرافق على 30 سنة، أو هنديه لك في الأماكن المميزة على 5 سنين. خطة عمل بقى، خطة عمل. ده أنت الراجل مدي لك هدية. ازاي وزير التجاره والصناعه ما طلعش طار بالكلام اللي قاله الرئيس ده؟ انا مش قادر افهم. يعني يا مجتمع الاعمال في مصر، اذا كان يعني رئيس الدوله ادى تكليف، اذا كان الرئيس عمل تكليف في فتره ديلي كده، يعني الحكومه بتستنى تتحرك يعني. وعلى فكره لو الوزير عمل حاجه واحنا ما نعرفهاش في الاعلام يدخل يقول لنا. يعني لو عنده خطة عمل بعد تصريحات الرئيس ب 30 ثانية، المفروض بعد الكلام ده ما يتسكتش عليه 30 ثانية. لو عملت حاجة يا سيادة الوزير اطلع قول لنا عشان نسكت ونساعدك ونشجع معاك ونعلن اللي أنت بتعمله. لكن أنا ما سمعتش إنه بعد كلام الرئيس ده جات لي الخطة اللي أنا عاوزها. أروح لمين يا بيه؟ أروح لمين أقول له رئيس الدولة قال خد الأرض وهعمل لك المنشآت المدنية؟ ايه العظمة دي؟ فين بقى؟ فين على الأرض؟ هو في دعم للصناعة أكتر من كده؟ واعملها مناطق، اعملها منطقة ألف دي منطقة عادية، ب منطقة نص متميزة، ج منطقة متميزة جدا، خلي التسهيلات في ألف مختلفة عن ب عن ج، اديني أفكار، حسسني إن الدولة معايا.